أولا شكرا لكم على الاستضافة، شكرا كبير. والغياب كان عنده أسباب، لأننا في محطاتي الفنية كانت عندي محطة أولى كانت في مصر اللي عرفت بها نجاح أغنية بدي أشوفها كل يوم، والمحطة الثانية كانت في المغرب بالألبوم ديال برافو عليك اللي عرفت نجاح العلاقة. كان خاصني ناخذ واحد شويه الوقت باش ندخل في مرحله ثالثه ثاني اللي تجمع ما بين الشرق والمغرب، بحيث نعرف ندير واحد ثاني، واحد المنتوج فني اللي مختلف على عن سابقاتي. الوغ زيارتي لمراكش، انا كنخدم مع مجموعه شباب من مراكش في هذا المشروع هذا الذي يمتد من مراكش ويمشي حتى لمصر. بدينا بأول عمل اللي هو علاش نسامحك من كلمات وألحاني وتوزيع دي جي سول اي اللي طرحت في الأسواق وغدا باستحسان وغدا الناس يعني عجبهم العمل. والعمل الثاني اللي من مدينة مراكش هو يعني الولادة ديالو، هو عمل وطني على الصحراء المغربية في خضم الأحداث اللي واقعة واللي وقعت في القرقارات. فأنا حبيت أن نكون عندي مساهمة من خلال أغنية نجسد في هذه الأحداث ومدى حبنا للصحراء ومدى حبنا لبلادنا ومدى حبنا لملكنا الله ينصره. الفنان حسن المغربي، شنو هو السبب والدافع اللي جعلك تختار مدينة مراكش للقيام بهذه الأعمال؟ والله احيانا في الحياه بعض الخطرات ما تختارش، بعض الخطرات هي الاحداث اللي كتختارك يعني، فبعض الخطرات الصدف. هذا الشيء عشته في مصر، احيانا الصدفه كتخليك هي تختار، كتحطك في واحد الاطار، سواء عن طريق اشخاص او عن طريق مكان اللي من خلاله كيكون مثلا ديك الصدفه سبب. فمراكش ما كنتش انا حاط في الترتيبات ديالي او في البروغرام ديالي انني نكون جابتها الظروف وبالصدفه يعني. كتعرف المجال الفني فيه التلاقيات بزاف، فكانت الصدفه هي اللي خلاتني نبدا هذا المشروع هذا من مدينه مراكش. ولا اخفيك لاننا عندي علاقه وطيده بمدينه مراكش، وان المراكشيين او الناس ديال مراكش هم فنانين بالفطره في جميع انواع الفن فعلا. ودي حقيقه هذا رايي انا من كنت صغير، لان عندي بعض العائله اللي كانت هنا وكنت كنتردد على مدينه مراكش، فالفن يجري في دم المراكشيين. فنان حسن المغربي، الرساله اللي ممكن توصلها للجمهور ديالك خلال نقول للجمهور انا كنبغيك بزاف وتوحشتك بزاف، ودائما انا كنسهر دائما انني نبدا القصاره جديد باش ندير شي عمل اللي يكون عند حسن الظن ديالهم، ودائما انتظروني ودائما غتلقاو جديد اللي في المستوى ديال ديالك اللي نطلع لي انه يعجبكم ويكون في المستوى اللي في مستوى التطلع ديال الجمهور. بالنسبه للمشاريع المستقبليه، انا عندي في مشروع البوم غادي يكونوا فيه اغاني مغربيه، وغادي تكون فيه اغاني لان كما بديت في مصر فهذاك باب باقي مفتوح يعني، درت نجاح كبير تما وعاود جيت المغرب، دونك غادي يكونوا ما بين المغرب ومصر يعني اغاني مغربيه، وغتكون فيهم بعض الاعمال المصريه. ما كاينش العنوان ديال المشاريع مثلا محددين؟ لا، انا كنهضر على الاعمال اللي كتخرج، بحال دابا خرجت علاش نسامحك، اذا ولات كاينه في السوق. الاغنيه الوطنيه اللي حنا في هذه الايام هذه مادام مازال ما خرجتش تقدر توقع موديفيكاسيون، يقدروا في التيتر، فما كنبغيش عمل وطني كاين مي باش نعطي العنوان طالما مازال ما خرجش ما كنقدرش نعطيه يعني. الفنان حسن المغربي بعد النجاحات اللي حققتها المجال الفني، واش الفنان حسن المغربي تيفكر يدخل لعالم التمثيل؟ علاش لا، إلا كانت شي إضافة في التمثيل يعني، لأن يعني كفنان كمطرب أو كملحن أو كمغني أنه يدخل التمثيل لازم ما ياخذ دور اللي يكون غادي يعطيه واحد الإضافة في المسيرة الفنية ديالو، إنما كان غير يمثل غير هكاك نو. أنا إلا كان شي عمل اللي غادي يكون فيه تميز ويدير لي إضافة، يا سلام أنا غنكون
حبيب بشكل كبير.